معي عبر الهاتف السيد إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار. كيف تابعت نتيجة الانتخابات وكلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا المستشار أحمد البنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والذين أشادوا بما قام به الشعب المصري من ظواهر حضارية ووعي سياسي خلال عملية التصويت؟ تاريخي من أيام مصر العظيمة. ألف مبروك لمصر وألف مبروك للشعب المصري. الشعب المصري دايما ما بيثبت أنه لا يلين ويتحدى الصعاب، شعب جاهز دايما في الأوقات المصرية، وبيبادر بالدفاع عن وطنه وبيتحمل المسؤولية الوطنية وقت الشدة. ده ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اللي شارك فيها الشعب المصري بكثافة، زي ما حضرتك تفضلتي وزي كلمة المستشار رئيس الهيئة الوطنية في كلمته، بكثافة في رسالة قوية للداخل والخارج، ووقف الشعب المصري خلف وطنه مؤكدا على رسالة قوية جدا للخارج. نعم، مفيش شك ان هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتى نتيجة لجهود المتميزة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات وسعيه في كافة أجهزة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى موقفه أو موقف مصر من القضية الفلسطينية ورفضه للتهجير القسري للشعب الفلسطيني. أكيد بنتقدم بخالص التهاني والمباركات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه باكتساح في الانتخابات الرئاسية العام 2024، متمنيين لسيادته التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يحفظ مصر ويحقق لشعبها الأمن والسلامة والتقدم والرخاء. نسبة المشاركة سيد إسلام هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية، ولذلك مدلول، يعني كانت المشاهدات جميعها تتحدث عن أن نسبة الأقبال كثيفة، لكن بالأرقام 66.8% هي نسبة المشاركة الأكبر. دلالة هذا الرقم بالنسبة لك؟ يعني احنا ما تفاجئناش بصراحة في غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار بهذا الرقم، لأن احنا ظهر لنا من أول 3 ساعات نسبة المشاركة. اللجان بتفتح، كانت المواعيد الفتح مواعيد التصويت يعني كان بتفتح الساعة 9 الصبح، احنا كنا شايفين طوابير واقفة على اللجان من الساعة 8 الصبح، وبالتالي في خلال أول 3 ساعات بانت إن المشاركة هتكون أكتر من سواء 2018 انتخابات 2018 أو انتخابات الرئاسة في 2014. نسبة مهولة ونسبة تاريخية في تاريخ المشاركات الانتخابية بتزيد عن 66%، والرقم ده ما حصلش قبل كده في تاريخ المشاركات على مدى الانتخابات بدءا من 2005 مرورا حتى وقتنا هذا. وبالتالي هي بتؤكد حرص المصريين زي ما اتفقنا قبل كده، وان المصريين دايما عندهم الرغبة في الحفاظ عن هذا الوطن، وبيبانوا في وقت الشدة ووقت الجد ووقت الصعاب. طيب سيد إسلام، يعني رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ربما أشاد بهذا الأمر وبالظواهر الحضارية التي شهدتها العملية الانتخابية وأشادت بها العديد من المنظمات الدولية والعربية التي كانت تتابع باهتمام بالغ هذه الانتخابات. في رأيك إلى أي مدى ساهم ذلك في نقل الرسالة إلى العالم بصلابة الشعب المصري ووحدة إرادته؟ مظبوط يا فندم، زي ما حضرتك تفضلتي، هو ما في شك ان الصوره كانت ملحمه وطنيه للمشاركه العظيمه من الشعب المصري. نعم، الانتخابات الاقل وهي كانت تكاد تكون ما حصلش اي مشكله او اي تجاوز من انصاف حتى مرشح من المرشحين، وده بشهاده واعتراف الحملات الاربعه للمرشحين الاربعه في الانتخابات. نعم، كل الوسائل الاعلام سواء اللي كانت بتتابع العمليه الانتخابيه كان صادر لهم التصريح، والبعثات الدبلوماسيه اللي موجوده في مصر اللي كانت برضو بتتابع، كل المنظمات المجتمع المدني اللي كانت بتتابع العمليه الانتخابيه لم ترصد اي شائبه ولم ترصد اي تجاوز حصل امام اي لجنه من اللجان او اي عنصر من عناصر اللي هي المعتاده في الانتخابات اللي قبل كده، لم ترصد هذا. وبالتالي هي ملحمه وطنيه كبيره جدا. احنا شفنا المراه المصريه، شفنا الشباب، شفنا الشيوخ، شفنا الرجال، شفنا العمال زي ما تابعناها كلنا على الشاشات، ويمكن شفناها كمان في الشوارع. مفيش اي تجاوز، بالعكس احنا كنا بنشوف الشباب كانوا يروحوا ينتخبوا ويرجعوا تاني ينظموا الصفوف وينظموا الدخول للتصويت او يساعدوا حتى كبار السن في التصويت. يعني برضو لازم نلفت نظر اللي احنا اكيد كلنا لمسنا انها
مش عايز اقول الاقل في التامين، لكن نعم لم يتم تامين هذه الانتخابات بشكل عنيف، لكن لا، كان التامين كان تامين هادي جدا، وده يؤكد على قوه ومتانه الامن المصري، قوه ومتانه وصلابه الشعب المصري، ان الشعب المصري نازل بيوجه رساله للعالم كله انه صلب قوي مسؤول عن قراره، وبالتالي كان في صوره حضاريه جدا بيشارك في العمليه الانتخابيه بشكل سلمي جدا. نعم، أشكرك جزيلا السيد إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، كنت معنا عبر الهاتف.